أشاد عدد من نواب البرلمان بالقمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، مشددين على أنها نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية وتعكس ترابط الشعبين. وكان الزعيمان قد اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي لمصلحة شعبي وادي النيل، كما اتفقا على ضرورة تعظيم التعاون الأمني والاقتصادي والإسراع بتنفيذ المشروع الخاص بالربط الكهربائي. وأكد السيسي حرص مصر على دعم الدولة السودانية ومؤسساتها، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال فاعلة، فيما شدد البشير على ضرورة استمرار التنسيق المكثف والمتواصل.